يتمنى منتخب غانا مع المدرب دوران ستيفانوفيتش أن يسجل حالة الفوز الأولى في لقاءات البلدين بعد ثلاث مواجهات جمعت البلدين البرازيلي والغاني، كلها كانت لفائدة المنتخب البرازيلي تاريخيا. على ذلك المباراة تبدأ وتنطلق، والمباراة بالمناسبة في ملعب نادي فولم في إنجلترا، طبعا في لندن ملعب كريفن كوتاج، أهدو ابن بليه الأسطورة الغانية وكوادو أساموا إضافة إلى علي سليمان مونتاري. هذه التشكيلة الواضحة لبلاك ستارز، وكرة خطيرة موجودة لمنتخب غانا أمام المرمى، الكرة الماضية تبعد وتتحول بعد ذلك إلى الركنية الأولى في مباراة اليوم. المحاولة كانت جميلة ملعوبة بهذه الصورة الحلوة تماما للأمام، ولكن بعد ذلك تبعد من أمام اللاعب سولي مونتاري، اللاعب اللي عندنا الآن على تنفيذ الضربة الركنية الموجودة الأمام خطيرة. والمنتخب البرازيلي في بداية المباراة بعد الدقيقة الثانية بعام واحد وديا في ستوكهولم في السويد، فازت البرازيل بهدف لحقيقة اللاعب لوف، اللاعب البرازيلي الذي كان يلعب في الدوري الروسي. اليوم المباراة الرابعة، اليوم زملاء هذا اللاعب وهم طبعا الحديث عن يوناثان بنسا القائد الغاني يريدون ربما أن يسجلوا حالة الفوز. اللاعب الآخر الحاضر في المنتخب البرازيلي فرناندينهو، وكرة خطيرة موجودة وضربة ركنية حاضرة بعد تدخل القائد لوسيو الذي بالمناسبة اليوم يلعب مباراة رقم 40 مباراة دولية، لكن هذا النجم ربما يشكل خطر كبير على طموحات كافو بأن يبقى أكثر من ممثل البرازيل. ضربة ركنية موجودة، ملعب يبدو كامل العدد اليوم، وكرة خطيرة موجودة، والمحاولة الآن عن طريق البرازيلي الجزاء الترجيحية. غانا بالتالي حضور ثاني في كأس العالم كان جميل، ومونتاري الآن يسدد، اللاعب الذي يعرف كل خبايا وأسرار الكرة الإنجليزية لأنه يلعب في ساندرلاند، ولكنه الآن طبعا لاحظ الكرة الماضية. المرور كان جميلا بهذه الصورة، والتسديدة كانت تذهب بهذه الصورة من علي سليماني مونتاري، لكنه من الضرورة بمكان أن يحصل على تذكرة لدخول مباراة في كرة القدم، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمنتخب البرازيلي. خطيرة لغانا الآن، تأخر بعض الشيء، وكانت بالإمكان أن تكون أخطر لمنتخب غانا. بداية المباراة، شايف هذه اللعبة وهذه التمريرة الجميلة، والتسلل ما كان موجود إطلاقا، وداني ألفيس يتأخر في إبعاد الكرة، بعد ذلك إنكم للأمام. العرضية كانت جميلة بعض الشيء، لكن الكرة بتضيع، والمتابعة كانت عن طريق القائد لوسيو. بيسجل غانا حالة الفوز الأولى تاريخيا عندما تقابل البرازيل. ضربة حرة مباشرة، رونالدينيو موجود، وحارس المرمى كذلك الغاني حاضرا، آدم لارسن كوارسي حارس مرمى حاضر في الكرة الماضية، وحارس مرمى موجود في الدوري حقيقة النرويجي كواراسي، الحارس الذي يلعب في استروس شايف المباراة الآن، كرة خطيرة جدا، شايف الكرة الماضية، وعندنا بداية سريعة جدا، وهذا ابن بيلي، ابن بيلي نعم ابن الأسطورة بيلي، وبيلي عنده اليوم عنده اثنين مع المنتخب البرازيلي، منتخب الغاني، المنتخب الغاني الذي يعرف أيضا بأنه برازيل إفريقيا، وكرة موجودة والتسديدة خطيرة، وغانا أفضل، غانا أفضل في البداية، غانا أفضل نعم، ولذلك نشاهد جوليو سيزر، مين اللي سدد عليه؟ سدد صديقه في الإنتر علي سليماني مونتاري. يوناثان مينسا القائد لاعب نادي ليون الفرنسي، وبالتالي سيكون حاضرا في دوري أبطال أوروبا في مجموعة ريال مدريد، والتسديدة موجودة ولكنها تستقر عند حارس المرمى، والكرة عن طريق ديريك بواتينغ لاعب نادي ديمبور الأوكراني. أفضل منتخب غانا، أكثر خطورة منتخب غانا، أكثر وصولا للمرمى منتخب غانا، أكثر تسديدا أسطورة غانا وأسطورة كرة القدم الإفريقية عبيدي بيلي. هنا محاولة موجودة، مباراة فيها أهداف، نعم هي بلا أهداف حتى الآن، لكن فيها أهداف، فيها أهداف، فيها أهداف، الكرة طالت ووصلت إلى خارج الملعب، وطالت بالتالي على اللاعب الحاضر الآن لياندرو دامياو، اللاعب الموجود في الدوري البرازيلي مع نادي انترناسيونال بورتو أليغري، ولاحظ الكرة يا سلام على رونالدينيو، اللاعب الذي عندما عاد
وبدعهم فقط كأس العالم مباريات قليلة للوصول إلى النهائيات وبعد ذلك كوبا أمريكا. هذه كرة خطيرة، فرصة، جول جول، لا الهدف يلغى، نعم الهدف يلغى. فرحة برازيلية ما اكتملت لياندرو دامياو، لياندرو دامياو يفرح، البرازيل تفرح، لكن فرحة ما دامت ما استمرت. بعد ذلك تأتي الراية، لكن تمريرة ساحرة من نيمار. هذه اللعبة هكذا بدأت، حتى الآن الأمور سليمة، الأمور سليمة. It's rather a makeshift left back, prefer to play on the right. He's in a prob tonight. It tells you a little bit about Menezes' situation, how much he needs to work. All right, getting something in a competition. So you wouldn't withdraw him for his own good and the team's own good. Now Parra. Go at Dani Alves, getting past it. It's a good run. He's left his foot in there again. And I think that could be the end for Opara. It is. Mike Dean's run out of patience. What a way to get your second yellow card. Deal with a depleted team. Just left his foot in there. It was ذكرت عاجلا او اجلا. هو اخذ الحماس على ما يبدو. منطلق تقدم اللاعبين، الكرة طالت عنا بعض الشيء، شوف عينك على الكرة بعد ما طالت عنا، بعد ما طالت عنا. لا والله ما فيها أبدا، ما فيها شيء ولا فيها شبهة، مو بجناية ولا فيها شيء، لكن يعني ولم تسجل أي حالة فوز عندما تقابل دولة من أمريكا الجنوبية. هنا محاولة موجودة الأمام، كرة خطيرة موجودة عند حارس المرمى الذي يسيطر على كرة الماضية، والحارس هو آدم كواراسي، ويراقب ويضع الآن الخيارات موجودة، الكرة موجودة، لكن تصطد في الحائط البشري الغاني وتصل إلى ضربة ركنية، تصل إلى ضربة ركنية. شايف الكرة الماضية الملعوبة من جانب رونالدينيو، هو يقول أن فلامينغو أعاده للحياة مرة أخرى، حيث عاد إلى البرازيل إلى الأجواء التي يحبها. والكرة ملعوبة من ضربة ركنية موجودة، والكرة تبعد، ولاحظ أن البرازيل. واليوم رئيس نادي حقيقة سانتوس نفى بأن يكون نيمار قريبا من برشلونة، ولاحظ أن الكرة موجودة الآن وملعوبة في المكان الخطير، كرة جول، الله الله في الكرة الماضية نيمار. عد أبدا برشلونة مو بناقص مجانية، يجيهم المجنون هذا ويكمل مع السحرة الموجودين، مع ميسي، مع تشافي، مع انيستا، مع فيا، مع فابريغاس، يكون حقيقة فريق ولا في الأحلام. هو الآن فريق ولا في الأحلام بالفعل، لأن المباراة توحي بذلك، يعني المباراة تعطي الانطباع بأنها ستكون بالفعل مباراة عنيفة، ولا زالت عنيفة. وكرة خطيرة موجودة الآن، حكم المباراة البرازيليين طالبوا بضرب جزاء للاعب لياندرو دامياو، لكن كرة موجودة من جانب لوسيو. المباراة رقم 105 دوليا للوسيو، أحد أكثر اللاعبين حقيقة تمثيلا للبرازيل في، وكرة خطيرة موجودة، جول، وقد سجلت البرازيل أول أهداف المباراة. البرازيل قلناها قبل قليل، إن استمرت كذلك ستسجل، وقد سجلت. الكتاب يقرأ من عنوانه، والابتسامة تعود لرونالدينيو، والهدف يسجل للياندرو دامياو. لياندرو دامياو يسجل، وبالتالي في مباراة الدولية الثالثة فقط يضع توقيع الأول بقميص السيليساو. الكرة كانت جميلة، يا سلام، من جانب لاعب المنتخب البرازيلي فرناندينهو على طريقة رونالدينيو. النظرة، شوف النظرة، خلاص النظرة، بداية الحلول وبعد ذلك التمريرة وباري، لكن ربما بعد ذلك ربما شعر اللاعبون بالظلم بقرار حكم المباراة، اللي في اعتقادي انه ظالم، لان الإعادة في اكثر من زاوية ووجهة
يعني تؤكد بأن لم يكن هناك إطلاقا أي تدخل من جانب أوباري على قدم لوسيو. لكن التمريرة جميلة خلف المدافعين، دامياو يسجل هدفه الأول بقميص المنتخب البرازيلي، وبالتالي لندن اليوم في ملعب فولام لندن تبتسم للاعب الشاب الذي يخوض مباراة الدولية الثالثة وفيها يسجل هدف الأول بقميص السيليساو البرازيلي. الشوط الأول انتهى، والدقيقة المحتسبة كذلك على الوقت المحتسب بدل الضايع أيضا تنتهي.